لاعبين الفكرة بناء الحد ومواكبتك للحصان خليه يسوي عكس ما أراد. مرات هذه بالحصان ومتحمل بس لف بط متفلت مواكبتي له تخليه مباشرة يدوس يرتب نفسه. مرات العكس، الحصان نفسيا وجسميا مخطط انه يمشي بطريقة مو بكنة او حرنة مو مرة، لكن نفسيا وجسميا مو متصل بك، يبغى يرتب نفسه ويحاول يبطئ شوي وخامل. مواكبتك الصحيحة له خليه ينتقل مباشرة الى العكس تماما. اليوم هدفته بالغت في النتك، نتك استرسال قصة موجود طبعا، سوى عكس ما كان ناوي فعله، ناوي يقوس ويعطيك هذب بطيء ممل مرتب ما يتناغم مع نفسيتي الآن. تكتك استفزاز، سوى ثلاث زيادة، واكبته قد ما سوى، دل ما يقوس زيادة رفع راسه زيادة، دل ما يبطئ زيادة أسرع زيادة، دل ما يكون مرتب مرة وبطيء صار ملخبط مرة وسريع. من يوم سوى كل اللي يبغاه لا شعوريا بدون ما تعمد، على طول علمته لما قلت من الشاحنة وقلت من المكان المخيف اني فقط بجاري الوضع اللي وصله راكبة فقط فيه. سوى العكس تماما، نزل رقبته ورتب نفسه وهدي اقل من دقيقة، بس دقيقة علمته اللي ناوي يسويه خليته يسويه عكس تماما. من يوم سوى العكس تماما وتوقع انه بيستمر فيه او حتى سيستغل علي مواكبتي اللي خليته يسوي العكس. طبعا انا رسمي معي حصان جديد خصم بيد واحدة، لكن الفكرة منها وشي ومهمة جدا، قدرتك على إخراج الحصان تماما من الخارج، مو أفكر خارج الصندوق، أتحكم بحصان مو بس أفكر خارج الصندوق، أقدر أطلع من الصندوق كامل وأعلم ما في غيري يركبه. هذا يخلي الحصان نفسه مع الوقت يطلع خارج الصندوق تماما، مو بس أفكر خارج الصندوق، يطلع خارج الصندوق تماما. طبعا لو خرج خارج الصندوق وتعاملي خاطر بحوسه، لكن لو خرج خارج الصندوق تامي صح زين مع الوقت. إذا قدرتك على جعله يفعل عكس ما أراد كلا شعور بيد واحدة وانت قاعد تصور يدل على ان الحصان موزون دقتك عادية، لو كان بس واحدة منهم صعب تجيب المطلوب.